ايه يا ماما؟ ما انا ما رضيتش ادخل معاه عند الدكتور يا ماما، بعت امنيه معاه يا ماما. انا زهقت فعلا والله، انا ما بنامش، انا من الشغل انا انضف البيت واعمل كل حاجه، انا بقت الحياه صعبه عليا قوي. فين يا ماما عشان طالعه؟ قال لي كده سلمى بالله عليك رد عليا قولي لي. قال لي مفيش امل. انا زهقت يا سلمى من الحياه دي، زهقت اعمل ايه؟ انا زهقت من الحياه، اعمل لكم ايه يعني؟ انا في الشغل طول كل يوم اشتغل، وانا البنت دي انا اللي بغير لها هدومها، وانا اللي بوديها المدرسه، وانا اللي بكتب معاها الواجب، وانت انا بعمل لك كل حاجه، وكل يوم اكل من بره، اكل من بره عشان انت مش عارفه تطبخي. انا مش عارف تشوفي لي حل في الموضوع دوت. طيب انا زهقت. هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ ما انا زهقت من حاجه مش بارادتي انا. انت زهقت من شغل البيت بس انا مش شايف حاجه قدامي. يعني انا ما بطلت انام؟ لو شوفي عينيا بطلت انام. شوفي يا بنت عينيا، انا بطلت انام. طب انا هعمل ايه؟ الحل الوحيد اللي اجيب لكم واحده تتجوزها وتقعد معاك والحياه تمشي. قابله بالموضوع دوت؟ لا طبعا مش هقبل بكده. طب وانا مش قابل بالموضوع دوت؟ ما حاجه مش بايديا. ما الموضوع صعب عليا خلاص. انا ما بقتش قابل بالموضوع دوت. ما حاجه مش بايدي. انا ما بنامش، انا عايز انام. انا ما بنامش، انا عايز انام. بطل موت على هنا يا بابا. طب اعمل ايه انا يا امنية؟ انا مش شايفه حاجه خالص. طب انا اوصلك انا ما عارفه البيت. انا نفسي اشوف يا امنية والله، عشان اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. انا كان والله يا ماما، بس بابا برضه مش مرتل هو يعملنا كده يا ماما. امنية عارفه تروحيني يا امنية؟ اه عارف يا ماما. يلا بينا. امنيه انا تعبت قوي يا امنيه. معلش يا ماما خلاص وضعي شويه نوصل. انا تعبت خالص يا امنيه، مش قادره، مش قادره اكمل. فيكي حاجه؟ مش قادره اكمل والله. فيكي حاجه؟ اه مش قادره ده خالص. تعالي تعالي. طيب تعالي، طب ارتاحي شويه. طب ها تعبت خالص يا امنيه، مش قادره. انت تعبانه عندك ايه؟ انا مش بشوف. ابوكي جرحني بالكلام قوي يا امنيه، ما توقعتش اني اقول لك الكلام دوت. مالك؟ طب اهدي. في ايه بس؟ في ايه بالراحه؟ في ايه؟ مالك بس اهدي. انا كنت عند الدكتور النهارده. اه هو اللي العمليه بتاعتك مش هتنجح. لا 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 معلش. اعمل ايه بس يا ربي؟ معلش معلش يا ماما عشان يعني هو ده حضرتك يعني انت مولوده بيه ولا جالك على مفاجاه؟ لا انا عملت حادثه. اه معلش معلش. طب وبعدين الدكتور ما فيش قال لك ما فيش اي حل؟ مفيش اي حل خلاص. طيب وجوزي خلاص مبقاش مستحملني وسابني ومشى. معلش اعمل ايه بس يا ربي؟ هي دي بنتك؟ اه. طيب طب انت عايزاني طب اساعدك في حاجه؟ اعمل لك ايه؟ طيب ربنا يخليكي والله شكرا. طب انت هتفضلي؟ طب تعالي اوصلك اي مكان. مش انا مش عايزه، انا معايا بنتي هتوصلني في البيت. طب قومي 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 بس هوصلك. لا انا عايزه اقعد معلش في الشارع شويه. معلش. طيب عايزه اقعد شويه كده. شكرا شكرا انك ساعدتيني. معلش ما تزعليش، ربنا معاكي. ربنا يخليكي يا رب. انا تعبت يا امنيه خلاص. معلش يا ماما والله. اعمل ايه يا رب والنبي؟ عايزه اشوف يا رب، عايزه اشوف يا رب والنبي. يا رب عشان خاطري يا رب، خلي ماما تشوف بقى يا رب. يا رب ابوكي جرحني بكلامه قوي يا امنيه، ما توقعتش ان يعمل معايا كده. انا نفسي اشوفه عشان اخدمكم واشيلكم في عينيا. انا عارفه والله يا ماما، بس انا الدنيا صدف في وشي. طب الدكتور انا سمعتها قالت لك ما فيش اي حاجه خالص. ادعي لي يا امنيه والنبي. يا رب والله بصلي عشان بدعي لك والله. يا رب. يا ابو حميد. يا استاذ محمد عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ مالك مش مبسوط ليه كده؟ يا عم زهقت خلاص. يا سلمى عامله ايه؟ كانت عند الدكتور النهارده. مفيش امل. مفيش امل. مفيش امل. طب صلي على النبي بس، اهدى بس. في ايه؟ انا زهقت زهقت خلاص. انا البت انا اللي باكلها وانا اللي بشربها وانا اللي بذاكر لها وانا اللي بنور. فلوس عشان ما اقولش لحد هات. انا تعبت اعمل ايه وهي مش مساعداني في حاجه؟ هي فين؟ سبتها في الشارع، انا زهقت. طب ليه عملت كده؟ قلت لها اتجوز عليكي واتجوز واحده تانية وتيجي هنا تساعدنا عشان الحياه تمشي. ما
يساعدوا بعض. حضرتك مش كلام برضو ان انت تقول لها اتجوز عليك. انا تعبت لو حضرتك ده لو حضرتك مكاني هتعمل اكتر من كده، وانت يا استاذ محمد لو مكاني هتعمل اكتر من كده. الموضوع بقى صعب جدا. الله يكون في عونك. مفيش امل. تعالى يا حبيبي. محمد. ايه يا ندى؟ هو انا لو حصل لي كده انت هتعمل شبهه؟ هتتجوز عليا؟ عمري ما اعمل كده. هو ممكن ما يكونش بيحبها. لا هو اكيد ما بيحبهاش. بس هو برضه مسؤوليه صعبه عليه. مسؤوليه يقول لك هتجوز وكده؟ ده بيقول لك انا بلبس البيت وانا بحضر الاكل وبغير لها هدومها. يعني كل مسؤوليه صعبه جدا. طب حتى اجيب لها واحده تساعدها، بس مش يقول لها اتجوز عليك ويسيبها في الشارع كده. انا صعبه. هو ممكن كان يتجوز عليها من غير ما يقول لها. طب ليه بيقول لك انا عايزه قاعده معاه عشان يعني تبقى واحده وقاعده معاه في الشقه؟ هو بيقهرها كفايه انها عاميه. يلا بينا. ده الجن. ايه يا حبيبي؟ هوديك المنيه. حاضر. بس انا مش عايزاكي تزعلي. انت عارفه ان الوضع جديد عليه وهو لسه ما تقبلهوش. انت فاهماني؟ انت بقالك سنه ونص على الوضع ده، فواحده واحده هيتقبله وهتبقي كويسه وتمام، وهاتي لك واحده يا ستي تيجي تساعدك معاكي. والله العظيم انا اصلا نفسيتي تعبانه. من انا نفسي اشوف اساعدهم واعمل لهم هم عايزينه. نفسي اعمل لهم اللي هم عايزينه زي ما هو بيعمل معايا. نفسي اعمل اللي هو عايزه. عارفه كلمي مامتك خليها تجيب لك واحده تساعدك في البيت، او ما تحسسوش ان انت يعني ايه. ده انت عاوز يتجوز عليها؟ ده انت بيلف في الشارع وعاوز يتجوز عليها. لا انت عارفه ماما تعملي ايه؟ الساعه 9 الصبح تجيب لك واحده تعمل لك اكلك وتغسل لك غسيلك وتروق لك البيت وتمشي بعد كده. ماشي. وتبقي ما حسستوش بحاجه. والله العظيم انا تعبت خلاص. نفسي اشوف. والله العظيم بدأ ان انا اشوف من غير حتى عمليه، ان العمليه بتاعتي مش هتنجح اصلا. ألف سلام عليك. والله العظيم أكيد هتنجح. جربي دكتور واثنين وثلاثة وشوفي. رحت لدكاترة كتير قوي وهو سابني في الشارع. دايما سابني في الشارع. يبقى يروح يتجوز. إن شاء الله العملية كده هتنجح يا سلمى. لا مش هيتجوز، هو باين عليه أعصابه تعبانة. أنا عارفة والله العظيم إن هو التعب وكتر خير اللي هو بيعمله معايا. محدش بيعمل كده، بس أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ دي حاجة مش شايفة حاجة عشان أعمل لهم اللي هم عايزينه. هو ممكن برضه يكون تعب برضه. ما أنا عارفة والله العظيم هي مسؤولية كبيرة وكتر خيره قوي والله. اوصلكوا. طيب قلت على ماما بقى طلعيها واحده واحده كده. لا شكرا، ربنا يخليكم. شكرا. يا سلمى. ايه يا حبيبتي؟ ايه عامله ايه؟ الحمد لله. طمني عليك. الحمد لله بخير. الدكتور قال لكم ايه؟ قال لي مفيش امل خلاص، هفضل كده طول حياتي. لا يا ست ما تقوليش كده، ان شاء الله يعني ربنا يسهل تروح دكتور تاني وتالت وربنا هيكرمك. واحمد اتصل بيا قال لي انا عاوزك لسه مكلمني. تعالى اطلع. كان متعصب وانا بحسب في حاجه بينك وبينه يعني. ايوه اتعصب عليا النهارده وسابني ومشى. قال لي يا ست لو كده هبعت لك بقى المرات تقعد معاك طول اليوم زي ما انت عاوزه. لا 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 والله العظيم هبعتها لك عادي مفيش مشكله. هات لي واحده. لا لا هات لي واحده ثانيه. هات لي واحده تكون هي فاضيه خالص. هجيب لك واحده. انا المصاريف اي حاجه اقول له مش هكلفك اي حاجه. هو مش على الفلوس، هو تعب شغله واكله وغسيله. لا يا ستي ان شاء الله اشوف لك واحده كويسه ان شاء الله. ماشي تعالى اطلع شوف عايز ايه. تعالى تعالى. ايه يا منو مالك يا منو زعلانه كده؟ زعلانه عشان الدكتور قال لي امال مفيش حاجه وهي تفضل كده طول عمرها. ان شاء الله لا هتبقى كويسه ان شاء الله. نفسي امال تشوف بقى. هتشوف تشوف ان شاء الله. ما تعيطيش يا منو. خلاص يا امنيه ان شاء الله. ما تعيطيش بس ادعي لي يا امنيه. ان شاء الله ان شاء الله تخف وتقوم بالسلامه ان شاء الله. يلا بينا.